لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. دي غيرتك على التوحيد. وانت لو بهمك التوحيد يا حسن عطالة تشيل الأخطاء. شباب عندهم أكثر من 1800 تسجيل في النت، تمرق لهم خطئين ولا ثلاثة وتدسهم بورا، قدروا ما يمشوا لقدام تضعنهم بين، لو داير توحيد ما تتصل بهم. هذه طريقة الرسل، والله ده كله ما بيقدروا عليها. عمر قال ذكور يقدروا يركزوا في دعوة التوحيد، والله ما يقدروا. ودعوتنا اللي احنا بندعو بها إنما هي من القرآن، من دعوة الرسل. يا حسن يا ابن عطاء الله، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، واطبق على واطبق على عينيك بالجفنان. ويجي يتكلم عن اخواننا يقول جهال، يا اخي دي ابسط القواعد. انت قريت عن شيخ مقبل؟ بالله انت جادي؟ جادي كده قريت عن شيخ مقبل؟ مقبل قراك كده؟ قال لك انت كلامك فيه عام وخاص؟ لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة. احذر من المجالسة والمخادنة. لذلك قال علي رضي الله عنه لرجل رآه يجلس مع رجل آخر قد كرهه، قال لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. إذا ما لم يزدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ده كله بسبب الحقد والغل. أعماك صرت تتكلم بما لو حوسبت به لطأطأت رأسك. من بيهدم الباطل؟ إنما حقدوا على إخواننا حسدا من عند أنفسهم. أتحداك وباهلك إنه أنا أسئت لأصحابي قدامك، وإنه أنا ما دافعت عن أصحابي قدامك. أتحداك وباهلك يا حسن عطال. نجعل لعنة الله على الكاذبين. أزول يصهر من قوة الدين. منهجنا إحنا ما منهج ذليل، ولا منهج محقور، ولا منهج ضعيف، ولا منهج متناقض، إنما منهج قوي محكم، نصوص من الكتاب والسنة. لما نناظر دول بنوريه تمام. جزا الله خيرا خان الشيخ أحمد البدوي على هذه المحاضرة القيمة والرد الموفق والبيان الواضح للموقف الشرعي حيال هذا الرجل. والحقيقة المجلس طالب الناس، لكن اليوم خميس بكرة الجمعة، نصبر شوية كده إن شاء الله، لأنه في مسائل أنا عديتها من بدري أحب أعلق عليها، ومسائل ظهرت لي اثناء كلام شيخ احمد جزاه الله خير. الناس تصبر شويه، انا ذاتي مستعجل زيكم. اولا ما تكلم عنه من فضيله الصدق وذم الكذب، هذه مهمه. قال الله سبحانه وتعالى واصفا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم موصوفين بالصدق، قال تعالى: اتقوا الله وكونوا
مع الصادق. قال العلامة ابن حزم الأندلسي في كتابه الأخلاق والسير: ويكفي بالكذب قبحا، أن الكفر نوع من أنواعه. الكفر نوع من شنو؟ من الكذب. مو الكذب نوع من الكفر، لا، الكفر نوع من أنواع الكذب. قال: فالكفر، فالكذب جنس، والكفر نوع من أنواعه. هذه ما مشكلة يا أخواننا. إذن الصدق فضيلة. لما تكلمت أمنا أم المؤمنين خديجة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف. قالت: وتصدق الحديث. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وهذه من أشرف الخصال. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، ما استطاع الكفار أن يطعنوا في دعوته. قال أبو طالب في لاميته: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. الصحابة ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، حتى ولو كان بينهم وبين أحد موجدا لا يحملهم ذلك على الكذب، صادقين. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تسامي عائشة. تسامي يعني شنو؟ يعني تسمو كما تسمو عائشة في منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، في منزلتها. وإن كانت عائشة أسمى وأرفع، ولكن لما بلغها في قصة الإفك كان بينهما تنافس بينه وبين عائشة. ولو كانت ممن يتعامل مثل هؤلاء لاستغلت ذلك الموقف للطعن في عائشة. فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أحمي سمعي وبصري، ما رأيت عنها إلا خيرا. هذه أخلاق الصحابة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكن مع الكذابين. الكذب فجور، الكذب يهدي إلى الفجور. ولهذا من أشد أنواع الجرح عند العلماء الكذب. الكذاب ساقط لا يؤخذ عنه، وبالتالي الشيخ أحمد جزاه الله خير من خلال الكلمة ممكن احنا نطلع بنتيجة من ضمن الأشياء اللي ذكرها الكذب. والكذاب لا يوثق في دين، صحيح؟ يوثق في دين أبدا. وإن كان الراجل ده نحن تكلمنا عنه قبال ده بأمر آخر، وحتى الأشياء اللي ذكرها الشيخ أحمد من الكذب أغلبها ما كنا نعرفها، إن لم يكن كلها. لكن تكلمنا عنه في نقطة أخرى، وهي مسألة الصحبة والرفقة والألفة. ونعتبر من أهم المسائل اللي ذكرها الشيخ أحمد في المحاضرة، مهمة جدا، لما عاب على نفسه إنه كان بيمشي يجلس مع ناس من باب الصلح، يختار زول معين ويظن فيه الصلاح والخير. والشيخ أحمد ما كان منتبه لمسألة رفقته دي،
بيظن انه ممكن يكون في زول فيه خير وقاعد في نص الناس السيئين، صحبانه ورفقته من السيئين، ويظن انه الرجل يكون فيه خير. ودي انا المساله اللي كان ناقشتها بها شيخ احمد لما اتحاورنا في امر الراجل ده ابن عطاء الله، وقلت له السلف عندهم المقياس للرجل صحبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين من؟ خليله. القاعدة يا أخوانا، قاعدة السلف لا تخطئ، هذه قاعدة معصومة. لماذا؟ للحديث: الأرواح جنود مجندة. قال الأصمعي: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول القائل عن الملء عن المرء لا تسأل أها وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. الراجل بيمشي على دين خليله، وحتى أنت لو جالست إنسان وما كنت زيه حتبقى زيه، حتبقى زيه. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستماع إلى الدجال. ليه؟ الدجال ده واضح مكتوب عليه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، ابعد. قال: فإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، قال فيتبعه لما يلقي من الشبهات. اعمل حسابك. ولهذا أهل البدع أو أهل الأهواء العلماء قالوا كالجرب، عندهم ده زي الجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ده شنو؟ السعر، السعر ما بعادي، مرض السعر بعادي. اعمل حسابك انت، حتى لو زول كويس مشيت قعدت مع ناس سيئين بتشرب منهم. من اجمل لطائف الشعراء، شاعر بيصف في الفتيله والشمعه بتاعت النار اللي بولعوها دي، الشمعه جواها في فتيله والشمعه ببرا، عين الشمعة قال: مالي أرى الشمعة يبكي في مواقده، أمن حرقة النار أم من فرقة العسل؟ الشمعة دي ما لا بتبكي، النار مولعة فوق، الشمع بينزل بالجنباز كأنها بتبكي، ما لا بتبكي لأنها فارقت العسل، ولأنها محرقة شنو؟ حرارة النار. رد عليه شاعر ثاني قال له: من لم تجانسه فاحذر ان تجالسه، ما ضر بالشمع الا صحبه الفتل. الشمعه المقعده جنب الفتيله شنو؟ ما ضر بالشمع الا صحبه الفتل. ولهذا قال ابن بطه العكبري رحمه الله تعالى، قال: ولقد رأينا أناسا ممن كانوا ينكرون على أهل البدع ويسبونهم، فلما جالسوهم صاروا معهم. احذر من المجالسة والمخادنة. لذلك قال علي رضي الله عنه لرجل رآه يجلس مع رجل آخر قد كرهه، قال: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا أبصر ما يخشاه توقاه. اعمل حسابك. عشان كده احنا عندنا ده مقياس. حسن بن عطاء الله انا ما جلست معه،
ولا قانيني برا ما بعرفه، ولا سمعت بيتكلم في خير ولا في شر إلا التسجيل الصغير اللي جابوه ده أبدا. لكن سألت سؤال، لما نيجي الخرطوم هنا، الخرطوم دي 4 مليون، 4 مليون بينزل مع منو؟ قالوا بينزل مع فلان ده بيجاي، وفلان واحد في اللاماب، وفلان ده صحبانه. ايوه، المرء على دين خليله. قلت له شيخ احمد بينزل عند اصحاب الفتن، فتن لاحظ اصحاب شنو؟ وكلام شيخ احمد اللي قاله هسه ده كله مش فتن؟ كلام الراجل ده مش فتن كله؟ اصحاب الفتن والكذابين والمتخاذلين عن دعوة التوحيد، زيهم ولا مو زيهم؟ أول ما سمعته قال هؤلاء الشباب على طريقة الدجال. عرفت إنه زول ده داير يرقد من دعوة التوحيد، داير يرقد بس. قال الموضوع وين؟ على طريقة الدجال. والدجال عنده طريقة؟ هذه طريقة الرسل، والله ده كله ما بيقدروا عليها. عمر قال ذكور يقدروا يركزوا في دعوة التوحيد، والله ما يقدروا. ودعوتنا اللي احنا بندعو بها انما هي من القران، من دعوه الرسل. قال ابراهيم عليه السلام لقومه ما هذه، خلي بالك، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ده كلام الدجال؟ لا. ها؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنه وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يعمل شنو؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دي دعوة الدجال. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إلياس عليه السلام قال لقومه ألا تتقون أتدعونا؟ ما بدسوا الكلام الرسل، أتدعونا منو؟ فعلا. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. دي دعوة الدجال؟ هل هذا كلام الدجال ولا كلام الله؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الرسل قتلوا في هذا، بل منهم من قتل. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ما له عمل لهم شنو؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هل دي دعوة الدجال يا ناس؟ لا. أليس هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دي دعوة الدجال، دعوة الرسل، دعوة واضحة صريحة في هدم الباطل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ودعوة الرسل قائمة على هدم الباطل وبناء الحق. تهدم، انت قاعد تهدم الباطل. ابن عطاء الله الصعفوق نزار هاشم الشلة بتاع ادم بتاعت اسمها من هنا دي مين؟ شنبات. من بيهدم الباطل؟ إنما حقدوا على إخواننا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ربنا مدهم وأدهم من فضله ومن خيره هؤلاء الإخوة. شيخ مزمل والله حسدوه فقط لكسره لأهل الباطل ومناظرته لهم، وما من مبتدع صوفيا كان أو إخوانيا أو سروريا ناظر الشيخ مزمل إلا وقصمه وكسره بفضل الله. إنما حسدوه. ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير من أعدائه، وأنت قال عادوه لأنهم مختلفين معه في الدين اللي بيحمله؟ أبدا لا، إنما حسدوه، حسدوا ابن تيمية، قالوا الفتاوى التي يفتي بها ابن تيمية تسير في الناس سير النار في الهشيم. فتوى ابن تيمية بتطير كده بس بتمشي في الناس. حسدوه، ما يختلفوا معه في المنهج، كثير منهم ما يختلفوا معه في المنهج اللي بيدعو له، لكن لما وجد من القبول راجع كتاب دعاوى المناوين، وزعنا له كثير من الطلاب في المعهد، في الكتاب بيشرح في عداوة الخصوم لابن تيمية. قال لما قربه الحاكم وكان محبا لابن تيمية وعانقه أمام الناس، بقى بعانق في ابن تيمية قدام الناس، والقضاة قضاة بتاع المذاهب قدر الدنيا الواحد قاضي، وكانوا بيحرشوا على ابن تيمية، حرشوا عليه السلطان، أسجنوا واعمل له واحبسوا وامنعوا من الكلام وما يدرس، حسدا فقط. قال ابن مخلوف حرضنا على ابن تيمية فلم نقدر عليه. أول ما جاء الحاكم واعتنق ابن تيمية قدام الناس، جاءوا قال له افتي في هؤلاء، اديني فتوى، انه القضاة اللي حرشوا عليك واذوك وسجنوك وعملوا ذيل طلع فتوى انه انا اقتلهم كلهم. ابن تيميه قال له لن تجد مثل هؤلاء، ودافع عنه مع انه هم اللي ظلموه. قال ابن مخلوف حرضنا على ابن تيميه فلم نقدر عليه، قالت وتمكن منا فعفى عنا وصفح عنا، قال بل ودافع عنا. حسدوه، عشان كده يجي ده ينط يقول مناظرة مزمل لحامد الدجال يقول ده إفساد. وين الإفساد؟ وين الإفساد؟ الغريبة المسجد اللي استشهد به، مسجد قرية أم ثلاثة اللي استشهد به ذاته وقال ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، المسجد ده كان ماسكنه الصوفية ومستولين عليه تماما. ربنا سبحانه وتعالى أراد المناظرة قامت فيه وانكسر فيها حامد. أنتوا عارفين الآن المسجد ده يوم علينا ده ماسكنه أخوانا وبيدرسوا فيه كتاب التوحيد. هل هذا الإفساد يا ابن عطاء الله؟ يا ابن عطاء الله ده الإفساد؟ الإفساد إنه يتحول المسجد ويدرس فيه كتاب التوحيد، ده الإفساد. والحمد لله أنا قاعد أقابل الشباب ديل، بعرف منهم الكثير من الشباب الفضلاء من أولاد القرية دي ذاتهم ثلاثة، قاعد أقابلهم في المنطقة، والله ما شاء الله منهم كثير استقام على الدعوة وعرفوه وحبوا الدعوة ويدافعوا عنا، بل بقينا إحنا ولم نمشي ماسكنا أولاد الحلة براهم، واللي بيدرس من اولاد الحله ولا بيجي واحد من برا، مين اولاد الحله؟ بدرس كتاب التوحيد هنا. هل هذا الافساد؟ لو كان ذا الافساد وطاطك اصبحت يا ابن عطاء الله انت ما بتعرف حاجه يا اخ. وعلى اي حال انا تعليقاتي على الموضوع ده ماها كثيره وبلغي منها حاجات كثيره، بس دار اعلق على شيء بسيط منها. طيب قال أغلقوا المساجد، وين المساجد اللي أغلقناها؟ زي ما قال لك شيخ أحمد المساجد دي ظلمونا فيها. أنا بسكت مسجد في اللامار قريب ثلاث سنوات بخطف في المسجد، تآمر الإخوان المسلمون
معهم أنصار السنة إذ آمروا إنه يشيلوا المسجد مني ويدوا للصوفية. تمام؟ آخر المجالس فيه وآخر العهد بيه قام واحد وعمل انتخاب أو اقتراع داخل المسجد وتصويت، قال لهم دارين الشيخ ده ده صدنانا دارينه ولا ما دارينه؟ المسجد كله بالإجماع، حتى الناس المتآمرين عليه، خل بالك المتآمرين ذاتهم قاعدين في الجامع وقفوا على حيلهم صوتوا لنا، حتى المتآمرين بالإجماع ما لقوا ولا حاجة يمسكوه علي عشان يطلعونه بقى من المسجد. حتى الآن المسجد اللي مسكوا شيخ مزمل حوالي 8 سنوات وأخذ منه، لليوم اللي علينا بنلاقوني ناس اللجنة بتاعت المسجد بيطالبوا بشيخ مزمل حتى اليوم اللي علينا ده، لكن لأمور معينة ومكايدات أغلقوا المساجد. وين المساجد اللي أغلقوها؟ بعدين هل الإفساد، أسألكم بالله سؤال الآن، هل الإفساد كون الإخوة يقيموا محاضرة يضربوا الداعية ده إفساد؟ يدقوه يطردوه من الحلة، هل ده الإفساد؟ عشان كده ديل ما يعرفوا الدعوة، هذا الرجل ما يعرف الدعوة أصلا، ولذلك قاعد في المناجل وجنبه الأنتنات بتاعت الشرك قاعدة، إن صح الجمع يعني أنتنات واقفة، الشكينيبة جنب ظهره، القبور اللي بتعبد، والشرك بالله، وهو الكلمة اللي قالها في أحمد البدوي تنزل فيه، هو ما حرك ساكنا، أنت حارب الشرك والتصوف، شوف اللي بيحصل شنو. ولكن الله المستعان. طيب نمشي قدام، قال ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، معلش يا أحمد علق على النقطة دي، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. وأنا سمعت في المناقشة بتاعته قال له لا أنا الكلام ده عام، يعني مراد به الخصوص ولا كلمة زي دي، يعني يعني كلامي ما على عمومه، والله ده يدل على جهل الرجل ده، جهل فاضح جدا، عام وخاص. انت الرسول؟ العام والخاص ده في كلام الرسول، العام والخاص ده في كلام الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد من الناس دون الأنبياء أن يقال عن كلامه عام وخاص، ما في عام وخاص، عام وخاص ده في النصوص، النص ده عام وده نص خاص، لكن في ذل عنده كلام عام وكلام خاص؟ انت نبي يا ابن عطاء الله؟ نبي واحنا ما عارفين ولا شنو؟ ما في عام وخاص. وهذه من قواعد الحلبي، والدنيا كلها جاي تبرى في القواعد دي، انت قال في شنو؟ الخلاف بين اهل السنه والحلبديه والحلبيه في قواعد دي واحده منها، كلام البشر ما فيه عام وخاص دون الانبياء. كلامك يا حق يا باطل، بس انت قلت ما دخلوا قرية الا افسدوها، كلام واضح، معناه ده كان بس انت فتحت لهم باب حلتكم بخربوا، ده الكلام كده، ما تقول لا لا وهذا عام اريد به الخصوص، انت نبي؟ ما في عام اريد به الخصوص يا جاهل، ويجي يتكلم عن اخواننا يقول جهال، يا اخي دي ابسط القواعد، انت قريت عن شيخ مقبل؟ بالله انت جادي؟ جادي كده قريت عن شيخ مقبل؟ مقبل قراك كده؟ قال لك انت كلامك فيه عام وخاص؟ انت عارف لو قلت عام وخاص ممكن يجيك اي واحد يقول لك اي باطل، البراء يقول لك إنابة خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله اسماعيل، يقول لك وهذا النص هو من العام المخصوص، انت بليد؟ انت بليد؟ ما في عام مخصوص يا ناس، انت مكنبي، لان كلام الانبياء لا يتعارض وكلام الله عز وجل لا يتعارض، لذلك اذا وجدت نص هنا ونص هناك ظاهر هذا وهذا التعارض، يقول لك هذا من العام المخصوص، او هذا مطلق وهذا مقيد، لانه ما فيهم شنو؟
ما في تعارض، كلام النبي ما في تعارض بين هذا وبين هذا. عشان كده لو لقيت نصين ظاهرهما التعارض من الأحاديث يبقى إما عام وخاص وإما مطلق ومقيد وهكذا. لكن كلامك أنت ما بتعارض؟ كلامك ما بتعارض أنت؟ ها؟ تاني مرقوا مرقة تانية. أصد ما دري بمرقوا. يشوف له دربان تاني مرق بيو. عام أريد بالخصوص، ما شاء الله يا ابن عطاء الله. عام أريد في نبي في المناقل، ما شاء الله. شوف الله ينسى هذا الجهل والغباء والحمق على أي حال. ولا يستغرب، وده يا دوب انت وقعت في أول شبكة مع المجموعة دي، أول شبكة وقعت فيها تتورط ورطة زي دي 14 دقيقة. طيب لو تكلمت كثير كان بتعمل شنو؟ الله يكرمك. ها؟ دي قاعدة حلبي نمرة واحد ثبت. طيب قال عندهم العجلة. أي عجلة؟ يا ابن عطاء الله احنا ساكتين عليك كم من الزمن؟ ادونا رد عليه واحنا ردينا على الزول ده؟ لا احنا تكلمنا فيه؟ ليه اليوم ما تكلمنا فيه؟ الا رد بتاع شهاب صغير كده عجله؟ ونحن شايفينك وسمعنا كلامك ده، كلامه ده ما دخلوا قريه الا افسدوا قالبتين. جديد؟ ابدا ما قديم الكلام ده. وانا سمعته كله قبل زمن. شيخ مزمل سمعه قال ما في دليل يرد عليه خلوه. عندنا عجله؟ انت بالله ما صبحت يا شيخ احمد الوطا. الوطا ما صبحها. نحن عندنا العجله؟ قال غرور. الغرور في شنو؟ في تحدينا لاهل البدع؟ يا اخواننا موقف المناظره والمجادله وموقف المناقشة هو أقرب وأشبه بموقف الحرب، ولا بد أن تظهر فيه من قوة السنة ما يرهب الأعداء. وهذا مو افتخار، لكن أنت ترهب العدو. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أخرج سيفه، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يأخذ هذا؟ فابتدره الصحابة. قال من يأخذ هذا بحقه؟ فأحجم الناس. قال أبو دجان أنا قال لي بأخذه بحقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السيف. قال وما حقه؟ قال أن تضرب به أو أن أضرب به حتى ينثني. أدق قبل الكفار ديل لما يتكسر لما يتلوي. أبو دجانة فأخرج عصابة له حمراء ربطها على رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. شغل ده موت بس بعد تاني. وصار يمشي متبخترا، بيمشي كده زي ما نحن بنسميها بعاميتنا بتقدل، يعني مشي فيها إظهار القوة والعزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنه فيه رهاب للعدو. الزبير قال فوجدت في نفسي كيف يعطي أبا دجانة، يدي السيف ده لأبو دجانة ليه وأنا ابن عمته؟ والزبير فارس قاطع، ما في كلام، فارس قاطع. أم صفية رضي الله عنها فارسة قاطعة ما في كلام، صفية رضي الله عنها قتلها واحد بحديدة قتلته يهودي. ده جايبه من امه، جايبه من من اهله كله، ده وارثه وراثه الزبير. لكن مع ده كله قال لانظر اليوم ما يصنع ابو دجانة. قال لا بس بشوف ابو دجانة لدو السيف ده بشوف بيعمل شنو. قال فكان في المشركين رجل قد احرق او لقد فتك بالمسلمين. قال ما وجد رجلا من المسلمين إلا قتله
وما وجد جريحا الا اجهز عليه. زول كعب جدا وشر ومدرع بالحديد. قال فظهر اليه ابو دجانه المشرك داك بهنا، ابو دجانه ظهر له بجاي. الزبير قال فدعوت الله ان يلتقيا، ان شاء الله يلاقيه ابو دجانه الليله، نشوف اللي بيحصل شنو. قال فلقيه ابو دجانه فضرب الرجل ابا دجانه بالسيف، قال فاتقاه بالدرجه لحد ما قطع الدرجه كلها. ذاك ما خلاص ضربته انتهت، ابو دجانه قال لا رجعنا انا جيتك. قال فضربه ابو دجانه في عاتقه، في الحته دي هنا في الفرقه بتاعت السيف. قال حتى بلغ المرقه، لحد ما جمح القاشنة شق على اثنين. قال وكشف العصابه وقال كيف يا زبير؟ رايك شنو في الشغل ده؟ يا اخواننا في الاسلام في مواقف تحتاج الى اظهار القوه، ما تكون جبان انت. علي رضي الله عنه قال لما رايت الامر امرا منكرا اوقدت ناري ودعوت قنبرا، قال وكان يقول انا الذي سمتني امي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا. في القتال الصحابه بيقولوا كلام زي ده. ولذلك نحن لسنا الان في ساحات حرب بالسيف، انما في ساحات حرب بالحجه والبيان، ونظهر من قوه اهل السنه ما يقطع قلوب اهل البدع. ده من السنه كده تقطع قلبه بالخوف. قال ابن عبد البر المالكي في كتابه بيان فضل العلم قال وكان الشافعي اذا ناظر رجلا كانه سبع يفترسه، كانه ذا ياكله. قال واذا رايت الشافعي يناظر رجلا رحمته. والله لم انتحن على زول اللي بناظر فيه الشافعي. اها كلام السلف يا ناس، لكن دل داري يكتلوا حيلهم يخلوا الصوفية يطلعوا في راسنا، داري يكتلوا حيلهم والله. بعض القلابة تقول لك وليس هذا من طريق علمائنا، والله اديك كفلة وبجوز اكسر لك خشمك. ده دل ضعفاء، ضعفاء اضعف المنهج واضعف الدين. اهل السنة ما ضعفاء اصلا. عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاي يسافر عمل شنو؟ لما جاي هاجر الهجرة قال لهم الدائر أمه تسكله ويتم أولاده اللي لحقني. الزول يصهر من قوة الدين. منهجنا احنا ما منهج ذليل ولا منهج محقور ولا منهج ضعيف ولا منهج متناقض، إنما منهج قوي محكم نصوص من الكتاب والسنة. لما نناظر ذول بنوري تمام. وانتوا ترى ركضوا هناك جنب الكسرة بتاعتكم دي، ارقد هناك انت ما فيك فايدة، ما بتنفع. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال ليس من أعد للسباق، ليس من هيئ للسباق كمن أعد للاستفراخ. قال لك الجداد ده، الجداد في واحد، والطيور الجارحة في واحد، بيسمونه لوحده يعني يطبحوها، تسمونها سائل من تبقى ثقيله المشي غالبا، ده من اعد للاستفراخ، تبيض وتبقى تقولها في محلها، تبيض وتلف. وقال ليس كمن هيئ للسباق، كلب الصيد بيكون نحيف يعني يقدر يجري، بيقدر تمام يصارع ويلحق ويكون عنده عضلات وقوي، لكن اما الكلب اللي بيقعد في البيت بيهوي وسائل ده بشحي مو بتلقى بيضيماته وقعت له تحت وراقد جنب الباب، راقد تحت الزير. في واحدين راقدين تحت الزير وما داير يرقدوا بأدب، ارقد بأدبك. ارقد تحت الزير، خلي النمل يقرصك وارقد بأدبك. احنا ما سألناك، نظمنا فيك؟ انت راقد في محلك دي سنين قاعد مبطوح في مكانك، ما بدو سألك. ارقد يا اخي. مالك يا اخي انت ما تسوي لك شبكة معانا؟ احنا شغالين ترى في صوفيتنا ديل، وشغالين في اخوان المسلمين، وشغالين في السرورية بغادي، والله يتقبل. ما سألناك يا مسلم، ما سألناك. احترم نفسك وارقد تحت الزير. طيب عموما يا اخواننا انا كان في مسائل ثانيه والله اقدر اعلق عليها، والشيخ احمد ما خلى اي حاجه.
ويا ريت ديك نفريد لها كلمه برا ان شاء الله لو ربنا وفق. انا كنت داير اعلق على مساله المناظرات والتفصيل فيها والتاصيل للمساله دي ومن ضمن اركان النقاش وبعد تحرينا وسؤالنا للعلماء والنصوص ان شاء الله انا بجمعها كلها بجيبها يوم نفرد لها كلام لانه الناس دندنوا فيها كثير. نزار هاشم بيتكلم بيجاي فيها وده برضه تحت الزير ده برضه بيتكلم فيها بيجاي. المهم نحن دي بنأصل لها تمام ان شاء الله بنجيها. النقطه الثانيه مساله التعصب لاقوال الرجال لانه المجارمه والصعافقه بدندنوا في الموضوع ده كثير ودار يفسدوا قلوب الشباب بالتعلق بالرجال لا التعلق بالنصوص الشرعيه من الكتاب والسنه. فعادي ان شاء الله نحن نفرد لها يوم كلمه براء. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.